بحضور السيد النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، أقيم اجتماع المجلس المصري الأوروبي وشعبة المستوردين، وذلك لمناقشة عدد من الأمور والاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي. احنا كرجال أعمال وعنينا بره وشايفين اللي بيحصل بره وشايفين الفرص الاستثمارية وشايفين الدول بتعمل ايه بره، واجب علينا ان احنا نتحرك برضو مع مصر عشان نقول نعمل ايه. في مقترحات كتيرة جدا لما تتخذ يعني محل الاعتبار هتساعد. النهاردة بقت في صحوة كبيرة جدا حكومية وبيقودها السيد الرئيس شخصيا. انا بديكم معلومة، النهاردة الصحوة ما هي صحوة يعني تقليدية هتعدي، لا، في نية من القيادة السياسية انه يدفع الصناعة صح، بس عاوزين نحط الانبوت بتاعنا احنا في المواضع الصحيحة ويكون في جدية في اللي احنا بنتكلم فيه عشان ننفذه عشان نقدر نوصل للتارجت بتاعنا. عقب الاجتماع حلقة نقاشية للوقوف على أهم المقترحات والتوصيات التي قدمها عدد من المشاركين من أجل إنجاح المؤتمر الاقتصادي وأيضا لكيفية دعم الصناعة المصرية في الفترة القادمة. طبعا يعني أنا بحيي الدولة أن هي افترضت أو تعمل اتجاه للمؤتمر الاقتصادي. أعتقد أن التعليم هو أساس أن احنا نصل إلى هذا الاتجاه أو الاقتصاد، أو نعلم سواء المتعلم أو غير المتعلم. يعني عيب قوي أن احنا نجد أن الخريج الجامعة من عندنا الطبيب والمهندس وخلافه مش لاقي شغل، النقاش والسباك مش عارفين نجيبه، يبقى هي الدنيا مش قلبة فيها. فأنا بركز على التعليم الفني. أحد التحديات اللي قدامنا النهاردة مسألة الغذاء والطاقة نتيجة أزمة أوكرانيا. الطاقة عملت مشكلة، بس دي ميزة ليها لأن أنا مصر نجحت أنها تقنع أوروبا أننا نكون مركز لتصدير الطاقة إلى أوروبا. بصدر غاز وبستورد غاز أحوله إلى سائل، وده برضو صناعة بتروكيميك كثيفة، وعندي الربط الكهربائي ما أظنش كتير بيعرفوه أن أنا بربط من بغداد إلى الدار البيضاء مرورا بمصر، وحربط مع السودان وبربط مع الكونغو وبربط مع تنزانيا. نحن اكبر دوله جاذبه للاستثمار في منطقه. لما نتكلم مع الحكومه ونقترح يبقى لازم نقترح اقتراحات عمليه، يعني الرؤيه تمام، استراتيجيه تمام، كل ده مهم جدا، لكن لازم اقول للحكومه علشان تقدر تتغلب على الجهاز الاداري المعوق لازم اقول اقتراحات محدده. فيما يتعلق بوصول لخطه ال 100 مليار، ففي النهارده عامل الزمن مهم جدا في تكوين احتياطي دولاري. النهوض بالصناعه هو ملف شائك جدا وفيه تقاطعات كثيره جدا ومحتاج شويه وقت علشان يتحل. الحل السريع احنا مفروض ان مصر النهارده موقعها جغرافي يجب أن تحول مصر إلى أكبر هاب تجاري وخدماتي ولوجستي في المنطقة. الحقيقة المستثمر الأجنبي لما بيجي مصر بيدور على حاجتين رئيسيتين. أول حاجة هو السوق المحلي اللي طبعا نظرا للطفرة الكبيرة اللي موجودة بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح فيه مجال كبير وفي مشروعات كبرى زي العاصمة الإدارية وإلى آخره. إحنا النهاردة هننقل التكنولوجيا، هنوطن صناعة، هنخلق فرص عمل، يمكن ننقل تكنولوجيا مش موجودة في مصر. طب إيه الضمانات اللي نقدر ناخدها عشان خاطر يبقى لنا شير في المشروعات القومية اللي موجودة؟ أكد السيد النائب محمد أبو العنين على تقديره التام لأعضاء الشعب ولمجهوداتهم، وأضاف أنه هناك حاليا صحوة قوية برعاية وقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لدعم وتطوير الصناعة في مصر. سعداء بلقائكم، وأرجوكم بس الورق اللي حد عنده ورق يقدر يبلغه عشان احنا هنعمل ورق مجمعة وهريحنا بنفسي عشان يعني نقدم بيها، وثقوا كل الآراء البناءة اللي سمعناها هتكون محل الاعتبار ونقاش. سيف محمود، حقائق وأسرار.